السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفانيت. اليوم إن شاء الله غتشوفوا معايا وصفة جديدة. غادي نشارك معكم طريقة تحضير عصير أو مركز أو سيرو العصير اللي كنحضروا به مجموعة من العصائر، كيكون عصير أساسي. غادي نشارك معكم طريقة الاحتفاظ به في المجمد. وبالنسبة لهذا العصير فمكونات بسيطة كيعطينا كمية كثيرة ووفيرة، كيجي منعش ورائع خصوصا لمحبي الليمون. نتمنى ينال إعجابكم، نخليكم مع مراحل التحضير وكنتمنى أنكم تتابعوا معي الفيديو للآخر. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو هنايا 2 كيلوغرام من الليمون الحامض، ممكن طبعا تستعملوا نصف الكمية. وعندنا هنايا 1 كيلوغرام او لا كيلوغرام الا ربع من السكر. بالنسبة للاخوات اللي غتجيهم هاد الكمية كتيرة فهي كمية مناسبة، ما غاديش نحتاجو من بعد اضافة السكر. دائما كنعملو الليمون الحامض يكون ضعف ديال السكر. وبالنسبه هنا يد فكنختاروا الليمون الحامض اللي كيكون اللون ديالو اصفر، ضروري جدا. اذا كما شفتوا معايا هادو هما المكونات الاساسيه اللي غادي نحتاجو فيها او اللي غنحتاجوها في هذه الوصفه. الان على بركه الله غادي ندوزو لطريقه التحضير. فهنايا كنجيبو واحد الاناء وكناخدو هاد كما شفتوا معايا هاد الحكاكه، كنستعملوا الجهه الرقيقه. غادي نحكو هنايا الليمون الحامض، فتاكدوا انكم تحكو فقط الجزء الاصفر، حاولوا ما تحكوش داك الجزء الابيض كما كيظهر لكم الان. فكنحك فقط الجزء الاصفر. فغادي نحاول انني نعمل قشره الليمون او الليمون الحامض بالكامل. ومن بعد على بركة الله بعد ما حكينا كل كمية في الحكاكة الرقيقة جدا، الآن كنجيبو العصارة اليدوية أو لا ممكن أيضا تستعملوا العصارة الكهربائية. وطبعا غادي نوريكم طريقة أخرى اللي غادي نعملوها بدون عصارة. إذا على بركة الله غادي نحاول هنايا أنني نعصر هاد الليمون جيدا. وطبعا فالعظام فكنزولوهم، ها هما كما شفتوا معايا فكيتزولوا وكيبقاو لينا هنايا في هذا المصفات الخاصه اولا المصفات ديال العصاره. غادي نعصر كل كميه الليمون الحامض. اذا وهنايا كما شفتوا معايا فممكن تستغناو على العصاره وتعملوا فقط بواسطه الملعقه. كنشدو كما شفتوا معايا هنايا ملعقه وكنعملو بهذا الشكل، يعني كتعملو طريقة اللي تجيكم سهلة واللي تجيكم مريحة اكثر. طبعا واخا هنايا كيبقاو لينا العظام، فمن بعد كنصفيو كل خليط من العظام والشوائب. وهنايا بعد ما عصرت كل كمية كما شفتوا وضعتها هنايا، غادي نضيف ليها الان السكر. بالنسبة للسكر فسبق لي ذكرت لكم الكمية، فكنحركو هاد الخليط او هاد المركز ديالنا، نحاولو نحركوه جيدا مع السكر. ومن بعد هنايا فغادي نوضعو في اناء اكبر باش غادي نخدم على راحتي على بركة الله. غادي نفرغ المحتوى ديال الخليط هنايا، غادي نحركوه جيدا. وبالنسبه لهاد العصير فديك القشره اللي عملنا في الاول هي اللي كتعطي واحد التركيز، واحد النكهه، واحد الانتعاش في هاد العصير ديال. اذا هنايا غادي نحركو جيدا ومن بعد غادي نغطيه بالبلاستيك غذائي وغادي نوضعو في التلاجة. واحد الملاحظه مهمه جدا، يعني كنوضعو في التلاجة، في كل مرة مثلا فتحنا التلاجة فكنجبدو ملعقة وكنحركوه هكا باش كنتأكدو ان السكر داب تماما تماما. وغادي نخليوه في التلاجة لمدة 24 ساعة مع التحريك من حين لاخر، يعني وقت ما تفكرتوه كتمشيو للتلاجة وكتحركوه باش كيدوب السكر وكينسجم لينا مع الليمون. من بعد هنايا كما شفتوا معايا خليته 24 ساعة، فكنحركو كنلاحظوا ان السكر اختفى تماما تماما وحتى اللون ديال الخليط كيتغير.
من بعد هنايا كنجيبو مصفات، ضروري انها تكون مصفات رقيقة، وكنوضعو هاد الخليط ديالنا او هاد السيرو او المركز كنوضعوه في المصفات. ومن بعد كنجيبو ملعقة وكنبقاو هكا نضغطو عليه حتى كيتصفى لينا بشكل تام، يعني كنزولو كل الشوائب والعظام اللي بقات لينا مع الخليط، وكنحصلو على خليط صافي تماما. غادي نعمل نفس الشيء لكل كمية، وهنايا الكمية المتبقية أو لا الشوائب فغادي نخليهم جانبا، فغادي نستعملهم مرة أخرى غادي. وهنايا على بركة الله فغادي نحاول نوضع السيرو في إناء آخر، وغادي نصفي الباقي. كما شفتوا هذه هي الكمية اللي كتخرج لنا، هذا غنوضعو جانبا. والان غادي نوريكم طريقه باش غتحتفظوا به في المجمد، طبعا الا حبيتوا تحتفظوا فيه في المجمد، ولا بغيتوا تستعملوه مباشره كما انا غنعمل انا في الفيديو فطبعا ممكن. ومن بعد هنا ملأت الكاس بالسيرو، كناخد واحد القنينه وغادي نبقى نضيف لها الماء. هاد الخطوه باش كتعرفوا التركيز المناسب لكم. اذا هنايا كنجيبو الماء وكنبداو نضيفو، نتوما كتضيفو وانتوما كتذوقو حتى كتشوفو يعني التركيز المناسب. الا بغيتو تضيفو مثلا نصف لتر او لا تضيفو لتر الا ربع او لا لتر واحد، فكيبقى لكم الاختيار على حسب الذوق ديالكم. بالنسبه لي انا فوضعت لتر الا ربع. ومن بعد غادي ناخدو هكا باش كنعرفو القياس، مثلا انا هاد الكاس كنوضع فيه لتر الا ربع، فغادي نوضعو في واحد البلاستيك غذائي. الا بغيتو تحتفظو به في المجمد فكتعرفو الكميه اللي وضعتو في كل بلاستيكه، وملي كتجبدوها من المجمد كتضيفو ليها الكميه المناسبه من الماء. انا هنايا وضعت هاد النوع من البلاستيك، طبعا ممكن تعملو العادي. انا هنا فقط عطيت فكره للاخوات اللي بغاو يحتفظوا به في المجمد، فكنحاول نستخرجوا منها الهواء، وغادي نطويها بهذا الشكل او لا كنعقدوها. ومن بعد هنايا غادي نبدا معاك نخلط معاكم العصير هنايا، فغادي نبدا نوضع كل كاس وغادي نوضع ليه الكميه المناسبه من الماء. ومن بعد هاد العصير كيكون اساسي للمجموعه ديال العصائر. هنايا كما شفتوا البقايا اللي تبقات ليا، فغادي نضيف ليها كميه من الماء وغادي نحركها جيدا طبعا، وغادي نصفيوها يعني بحال كنغسلوا داك الخليط، وكنستافدوا من كل السيرو وكل مركز الموجود في الخليط. والان على بركه الله فنصفيوه. اذا من بعد هنايا ما خديت كميه من الخليط وضفت ليها الماء المناسب، فغادي نوضعها الان في خلاط كهربائي ولا هذا الخلاط اليدوي. وهنايا الجزء الاول غادي نضيف ليه كميه من الفراوله او الفريز، فانا كنت محتفظه بها في المجمد، ممكن تستعملوا طريه. غادي نطحن في الاول مع كميه قليله، من بعد غادي نضيف هذا المركز، من بعد المركز والماء طبعا. والكمية الثانية غادي نستعمل البربة المسلوقة او البنجر، فكما شفتوا معايا غادي نضيف لها كذلك خليط. هاد الخليط اللي كنضيف هو خليط المركز زائد الماء، يعني وبالنسبة للكمية اللي كنوضع في الخلاط، فمن بعد غادي نزيد لها المركز باش كتعطيني واحد الكمية كثيرة. وهنايا كتضيفوا اي فاكهه متوفره عندكم في هذا العصير، كيجي يعني المذاق ديالو منسجم مع اي فاكهه ضفتوها. غادي نضيف الان الموز كذلك، غادي نطحن. وجزء اخر غادي نضيف ليه كميه من الجزر المسلوق وكنطحنوه كذلك جيدا. ما نحتاجوش نصفيو هاد العصائر بعد ما كنضيفو ليها الفواكه، فقط نطحنوها جيدا بالمطحنه الكهربائيه.
إذا المتابعين الكرام، كيكون هذا هو الشكل النهائي والكمية ديال العصير اللي كيعطينا. كيجي عصير لذيذ بنكهات مختلفة، عصير منعش مزيل للعطش. كنتمنى أنكم تحضروه وتجربوه. دائما خليوا لي آراءكم في التعليقات. نخليكم تلقوا في وصفة أخرى إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.